قال اللي هو عم الشيخ العلامة البيضاوي: الخامس العبادة، إن وقعت في وقتها المعين. احنا قلنا ده تقسيم آخر للحكم باعتبار المتعلق، مش كده؟ لأنه باعتبار الوقت، تمام؟ فيبقى ده باعتبار المتعلق. طيب يكون تقسيم بعد للحكم الوضعي باعتبار المتعلق، ولا تقسيم للحكم التكليفي باعتبار المتعلق؟ ايه رايك يا شيخ رسلان؟ طبعا واضح انه باعتبار المتعلق، دي واضحه مش كده؟ طيب هل هو تقسيم للحكم التكليفي باعتبار المتعلق، ولا تقسيم للحكم الوضعي باعتبار المتعلق؟ تكليفي. ينفع يكون باعتبار الحكم التكليفي، لانه بيقول لك ايه؟ صلي طيب في الوقت المعين، مش كده؟ يبقى الامر بالصلاه في وقت معين يبقى متعلق بهذا الوقت، هذا الحكم التكليفي، يبقى ده تقسيم للحكم التكليفي باعتبار الوقت. ويصح ان يكون برضه باعتبار المتعلق، يكون تقسيم للحكم التكليفي باعتبار المتعلق رحمه الله. وممكن يكون برضه ايوه باعتبار تقسيم الحكم الوضعي باعتبار برضه المتعلق، باعتبار ان الايه؟ ان الشارع قد حكم. والحكم الوضعي يبقى ايه؟ وضع يعني وضع يعني الجعل بإزاء، قد جعل الوقت بإزاء الصلاة هذا الوقت على سبيل السببية، فيبقى الحكم تعلق بالوقت، يبقى برضه تقسيم للوضعي باعتبار المتعلق، تقسيم للوضعي باعتبار المتعلق. يبقى هذا تقسيم للحكم التكليفي او الوضعي باعتبار المتعلق. ده تقسيم اخر بس باعتبار المتعلق، يعني باعتبار الوقت، ان هو الشارع جعل هذا الوقت سببا للوجوب، فالحكم اللي هو الخطاب نفسه اللي هو السببية. لكن كيف نقسم الحكم الوضعي باعتبار المتعلق؟ هذا الخطاب اللي هو خطاب السببية، اللي هو القاضي بجعل هذا الوقت سببا لوجوب الصلاة، كويس؟ أو دخول الوقت سبب لوجوب الصلاة. هذا الخطاب متعلق بإيه؟ مش متعلق بالوقت؟ كويس؟ يبقى الوقت متعلق بالخطاب الوضعي، وهو أيضا متعلق بالخطاب التكليفي. وإن شئت قلت إن هو متعلق بالخطاب التكليفي مباشرة، ومتعلق بالخطاب الوضعي بواسطة الحكم التكليفي، لأن الخطاب التكليفي هو ايضا من المتعلقات او متعلق للخطاب الوضعي، يعني هو الشارع لما جعل هذا الوقت سببا لوجوب الصلاه، فمعناه انه اذا دخل الوقت توجه اليه خطاب الشارع افعل، فاصبح ايضا الخطاب التكليفي يمكن اعتباره من متعلقات الحكم الوضعي، وكلاهما متعلق بالوقت، وهذا تقسيم للوقت، وقت داخل الوقت وخارج الوقت، اداء وقضاء، يبقى ده كل ده نقدر نقول تقسيم الحكم باعتبار المتعلق، والمتعلق اللي هو ايه؟ الوقت. طيب على سيره المنطق، واللي عايز يقرا نقد ابن تيميه ليك نقد كويس وتحليل، كتاب الشيخ النشار لو انتم عارفينه، مناهج البحث لدى مفكر الاسلام. حد قرا الكتاب ده قبل كده؟ اكتبوه. الشيخ علي سامي النشار ليه، طالما انتم مهتمين بهذه الدراسات المنطقيه والفلسفيه، له كتابان في غايه الاهميه. الكتاب الاول اسمه نشاه الفكر الفلسفي، ده 3 مجلدات، بيتباع في دار المعاد، نشاه الفكر الفلسفي، كويس. الكتاب الثاني اسمه مناهج البحث لدى مفكر الاسلام، كتاب جميل جدا، وبيرد على المقوله ان ايه؟ ان العرب او المسلمين كانوا عاله على اليونان في علومهم، فقال لا، وادي احنا هنبين اصاله الفكر الاسلامي ممثلا في اصول الفقه الذي يمثل الفلسفه الحقيقيه لعلماء المسلمين، وان ده انتاج عربي اسلامي خالص، ظهر أول ما ظهر على يد الإمام المبجل الإمام الشافعي في كتاب الرسالة، فده نشأ عربيا خالصا على غير مثال سابق، وكانت الرسالة حاجة كده إيه؟ فتح من الفتوح يعني.
فاللي بيدعي ان هو فيها اثار اليونانيه او العناصر الفلسفه اليونانيه يطلع علينا من الرساله هذا الكلام. فده كان بيرد عليه. فاصول الفقه تقدر ايه؟ نعم؟ موضش نشأة الفكر. يقول لك كتاب مناهج البحث لدى مفكر لا انا شيء بشيء اذكر ان له كتب نافعه اللي انا يعنيني في المقام ده مناهج البحث لدى مفكر الاسلام. لكن الكتاب الاخر ده كتاب مفيد يعني للشيخ اللي هو نشأة الفكر الفلسفي ده كويس. ده ممتاز. انا بتكلم على يعنيني هنا مناهج البحث لدى مفكر الاسلام وهو كان معني بالرد على تلك المقوله القائله بان المسلمين على علوم اليونان. فهو الراجل بين وبين اساسا ان علوم اليونان فيها كثير مما لا ينفع وان اول من انتقد الفلسفه اليونانيه كان هم المسلمون وبينوا واظهروا المنهج التجريبي في العلوم الى اخر ما اظهروا. وبين في هذا الكتاب ان كان كثير من مفكر الاسلام لديهم كتابات رائده ومناهضه بس بالدليل والبرهان. وكان من اعظم الناس اللي نقدوا المنطق الارسطي اللي هو ايه شيخ الاسلام ابن تيميه. طبعا الشيخ ابن نشار بس هو شوف الكلام بقى الشيخ ابن نشار رجل اشعري بس شوف الكتابه بيكتب من غير حساسيه ان ده منهج وعلم. فهو ليس من المعقول ان هو يجد عنده ما يعني ما يستحق الاشاده ويغض الطرف عنه لمجرد المخالفه العقديه. في عصور القرون الاولى يمكن لحد ما تيجي قبل الخامس والسادس كانوا ارباب المذاهب يستفيدوا بعضهم من بعض، تنشا المظاهرات المناظرات اسف وحوارات وكتب وردود وكل ده ما فيش مشكله. لكن ابتدت العصبيه منتهيه من القرون من السابع والثامن والتاسع والعاشر ظهر بقى فقهاء ممتازين صحيح بس كان الغالب على تلك العصور عصبيه في الفقه، عصبيه في علم الكلام. طبعا مش انا اللي بقول هذا الكلام، اي واحد فتح المدخل للشيخ الزرقاء هيلاقيه بيصف هذه العصور بنفسه. الوصف ده ما يمنعش ان كان في انتاج عظيم وكان في فقهاء بيفكروا بحريه. لكن مساله يعني الغاء انسان او الغاء فكر جماعه او الغاء طائفه لمجرد ان احنا بنخالفها في بعض المسائل او حتى في معظم المسائل ده مش منهج اسلامي ابدا. فالشيخ النشار على الرغم من الاتجاه مختلف اتجاه الشيخ النشار غير اتجاه الشيخ ابن تيميه الا انه في هذا الكتاب نقل عنه كتير وانصفه في مسائل وخلفه في مسائل وقال ان نقده في المسائل دي كان نقد موضوعي وفي المسائل دي كان اتجاهه اسمي وفي المسائل دي كان اعتراضاته شكليه وفي المسائل دي اعتراضات جوهريه. عيب. احنا عايزين ايه نبقى بهذه الحريه. فمناهج البحث لدى مفكر الاسلام كتاب في غايه الاهميه. ما كانش ابن تيميه طبعا بس هو اللي نقد. نعم موضوع في السلام. ما كانش هو بس اللي انتقد المنطق الارسطي. في السهروردي المقتول بتاع المشايخ الصوفيه ليه انتقاد اسمه كشف الفضائح اليونانيه. فما كانش هو صاحب الموقف الوقت. طبعا احنا كلامنا مش على المنطق اللي احنا بندرسه. المنطق اللي احنا بندرسه ده ما فيهوش حاجه، ده اللي علماء المسلمين صفوه وقلنا ده ليس فيه نزاع. وما احنا قلنا في الاول ايه؟ ان الصلاحي والنووي حرمه وقال قوم ينبغي ان يعلم الى اخره. ايوه تمام. قلنا النزاع ده في المنطق المشوب بكلام الفلاسفه. عند اليونان ايضا كان الاتجاه الغالب ان المنطق جزء من الفلسفه فكان مخلوط بالالهيات اليونانيه. فطبعا الالهيات اليونانيه فيها ما يتعارض مع الالهيات الاسلاميه. لكن المنطق اللي هندرسه ده ما فيهوش حاجه، ده خارج مش ده يعني وجه نقد اصاله. طبعا وجه لبعض صوره وبعض اشكاله وهل هو مفيد ولا مش مفيد. وبعضهم يقول لك والله طب ما القياس النتيجه مضمنه، في القياس انت جبت ايه جديد؟ بخلاف العلم التجريبي هو اللي بتقدر تحرز عن طريقه معلومه جديده. دي انتقادات يعني صح ولا غلط؟ اهو نبقى يعني نفهم الكلام ده لما نعلى شويه في الايه؟ في المنطق. بس ما كانش هو الوحيد الذي انفرد بهذا النقد، بل نقده ايضا او نقد الطريقه نفسها السهروردي شيخ الصوفيه او السهروردي المقتول وغيره. هو المعارف طبعاً انا بتكلم على اللي موجود حاليا. الموجود حاليا طبعا دار السلام مجلد واحد كويس. انا مش عارف اذا كنت هتستفيدوا منه كويس ولا لا، بس هو على الاقل كونه من الان مكتبه البحث. وانت شغال اثناء الطلب بتكون مكتبه البحث النهارده هتستفيد منها، ممكن تستفيد منها بعدين، بس كتب لغايه الامية وجايز ما تلاقوش بعد كده. نشأة الفكر برضه كتاب كويس، بس نشأة الفكر ده حاجه اخرى يعني. بيتكلم على
الاتجاهات الكلامية أو النزعات الفلسفية اللي كانت موجودة في العصور الأولى. هتكلم بقى عن المعتزلة وتكلم عن أو قبل المعتزلة كمان ومحنة خلق القرآن إلى آخره. لا قصدي كتاب على طريقة الأعاجم تفسرة وإطالة بلا داعي، فالعلماء ما بيستوش والطريقة مش أزهرية، يعني مش الإطالة دي أنت بتتخيل إيه، الطريقة في الكتابة مش أزهرية. مش مهم بقى. قال الخامس العبادة. طيب وده تقسيم تقسيم للحكم باعتبار المتعلق، ويصح ان يكون ده تقسيم للحكم التكليفي، ويصح ان يكون تقسيم للحكم الوضعي باعتبار المتعلق اللي هو الوقت. قال لي ان وقعت في وقتها المعين ولم تسبق باداء مختل فاداء. وانا كده عرفت تعريف الاداء. ايه هو بقى تعريف الاداء؟ انا كده عمال اقرا المتن. ايقاع العباده مش كده في وقتها المعين غير مسبوقة أو لم تسبق بأداء مختلف، تمام؟ طيب هذا التعريف صادق على صورتين، صح يا شيخ خلدون؟ إنه قال لي إيه الأداء؟ إن أنا أعمل العبادة في الوقت المعين بس غير مسبوقة بإيه؟ بأداء مختلف. ده هيشمل إيه بقى؟ هينطبق على صورتين. إيه هم؟ أيوة ليس فيه خلل. يبقى ده هيشمل صورتين، هيشمل صورة إيقاع العبادة ولم تسبق بأداء أصلا، أو إيقاع العبادة العبادة وقد سبقت بأداء ليس فيه خلل. الأداء اللي فيه خلل زي إيه؟ صلى مثلا بدون طهارة، صلى بدون نية ناسيا يعني، يبقى ده أداء فيه خلل لما بيكتشف فيه عيد، تمام؟ على التعريف ده هيسمى اداء ولا مش هيسمى؟ لا يسمى. لا. طيب لكن افرض ان هو صلى افرض ان هو لم يصلي اصلا وثم اوقع العباده، ده يسمى اداء. او صلى كويس وكان الاداء صحيح لكنه اراد ان هو ايه يدرك فضيله الجماعه مثلا، يبقى الاداء الثاني ده يسمى ايه؟ اعاده ولا اداء؟ ده على التعريف ده اداء. على التعريف كويس. في برضو يعني المصطلح ده له أكثر من معنى عند العلماء، يمكن ده الغالب المشهور اللي ذكره الشيخ، لكن عند بعض الفقهاء الأداء بيطلق على إيه؟ على فعل العبادة في وقتها المعين أولا أو ثانيا، مش كده؟ لا ده اللي أنا بقوله ده الثاني، ده هو المشهور، آسف، اللي ذكره الشيخ خلاف المشهور. المشهور عند الفقهاء إن الأداء هو فعل العبادة مطلقا في وقتها المعين، يبقى ده سواء فعلت أولا أو فعلت ثانيا سبقت إيه؟ عند الفقهاء اللي هو الثاني ده. كله موجود عند الفقهاء، بس المشهور عند الفقهاء إن هم اللي لما أنت تعمل لما توقع العبادة في الوقت المعين بيسموه أداء، مش كده؟ طيب قال لي وإلا فإعادة. يبقى تعريف الإعادة إيه على كلام الشيخ البيضاوي؟ إيقاع العبادة في وقتها المعين وقد سبقت بأداء مختلف، خلاص. وعلى التعريف الثاني المشهور عند الفقهاء اللي هو إيه؟ فعل العبادة في الوقت المعين ثانيا. لا مش احنا دلوقتي مش تناقض، احنا بنتكلم على اصطلاحهم هم يقصدوا ايه بالاداء ويقصدوا ايه، هنفهم الاصطلاحات. فاحنا بنقول ان الغالب في اصطلاحات الفقهاء ان هم يقصدون بالاداء فعل العباده في الوقت مطلقا سواء في الاول او الثاني، ويقصدون بالاعاده فعل العباده في الوقت المعين ثانيا. ده الغالب اللي الشيخ البيضاوي قاله لي. قال لي لا، قال لي الأداء إيقاع العبادة في الوقت المعين بس اشترط إيه؟ قيد بأن تكون مسبوقة بإيه؟ بأن تكون غير مسبوقة بأداء مختلف. فده هيشمل صورتين قلنا اللي هي إيه؟ لم تسبق أصلا بأداء أو سبقت بأداء ليس فيه خلل.
طيب، والإعادة على تعريف الشيخ البيضاوي إيه؟ اللي هو فعل العبادة في الوقت المعين وقد سبقت بأداء إيه؟ مختلف. خلاص؟ طيب عشان تتضح لنا الصورة، على التعريف الأول إيه العلاقة بين الأداء والإعادة؟ على تعريف البيضاوي الأداء والإعادة، تعريف البيضاوي قال لي إن هو إيقاع العبادة في الوقت المعين ولم تسبق بأداء مختلف. طب والإعادة؟ قال لي إيقاع العبادة في الوقت المعين وقد سبقت بأداء مختلف. يبقى العلاقة هنا إيه؟ تباين. طيب على بقى التعريف الثاني المشهور عند الفقهاء، قال لي الأداء هو إيه؟ إيقاع العبادة في الوقت المعين مطلق. كويس؟ وأيوة تمام. والإعادة هي فعل العبادة في الوقت المعين ثانيا. يبقى العلاقة هنا إيه؟ علاقة العموم والخصوص المطلق. طالما عموم وخصوص مطلق يبقى لازم هيجتمع في شيء وينفرد الأعم عن الأخر. طيب هيجتمع في إيه؟ هيجتمع في المفعولة ثانيا في الوقت، وينفرد الأداء في إيه؟ في المفعولة أولا. تمام. كله معايا متابع ولا برضو نكتب على السبورة نرسم الدوائر دائرتين برضو؟ فعلا يا شيخ برد. طب اكتبهم انت ورينا كده، اطلع ورينا اتدرب. لا ما انا كده ما نفهمش احسن زي شامل ايه؟ بتصدق على صورتين التي لم تسبق بالاداء اصلا او التي سبقت باداء غير مختلف. ماشي؟ طيب ودي خلاص صوره واحده. تعريف الفقهاء عن ايه؟ الاداء والاعاده. الاداء هيشمل ايه؟ هو الاختصار فعل ايقاع العباده في الوقت المعين المطلق. ماشي؟ يعني سبق او لم يسبق. بأداء مختلف أو بأداء كان سليم أو صحيح. خلاص؟ يقول ده إيه؟ أداء. هو ما الإعادة؟ إعادة. ليه؟
ما دخلت ايقاع العبادة في الوقت المعين. ثانيا وإن وقعت بعده يعني بعد الوقت ووجد فيه سبب وجوبها. أنا هنعدي دي دلوقتي الشيخ الإسنوي حينتقد الكلام، فأنا لما نوصل لكلام الشيخ الإسنوي نعلق عليه. ووجد فيه يعني في الوقت سبب وجوبها، يبقى لو وقعت بعد الوقت ووجد في الوقت سبب الوجوب فقضاء، يبقى ده القضاء اللي هو فعل العبادة بعد وقت العبادة المعين
ووجد في العبادة سبب الوجوب. هنتكلم بقى عليه لأنه الشيخ هينتقد العبارة دي، بس ما نوصل للشيخ الإسلام. إيه؟ لا أنا إسلام مش هشرحها، إسلام هينتقدها. هو بيقول يعني ليه الشيخ قال ووجد فيه سبب الوجوب؟ أنت عايز تقول ليه الشيخ البغدادي قال كده؟ وخلينا في نقد الإسلام دلوقتي. الشيخ البغدادي بيقول ووجد فيه سبب الوجوب عشان ما ممكن يعترض علينا، بأن أنت لو قلت أنه بفعل العبادة بعد الوقت فممكن يتبادر للذهن أنه إيه أن الخطاب اللي هو خطاب الوجوب الإجاب توجه لغير الغافل. طب والغافل هيعيد ليه لما يصحى من النوم؟ والخطاب مش متوجه له دلوقتي. واحد نام في أثناء الوقت ثم استيقظ بعض الوقت المعين، نقول له اقضي ولا ما تقولوش؟ بس هو ليه بقى نقضي؟ عشان الخطاب كان متوجه. احنا بنقول ان الخطاب غير متوجه له لانه غافل، صح؟ امال هو هيقضي ليه؟ قام قال لي عشان وجد سبب الوجوب. سبب الوجوب اللي هو ايه؟ دخول الوقت. فيبقى احنا بنقول له ايه؟ احنا كده بنخاطبك بخطاب الوضع مش بخطاب التكليف، وخطاب الوضع لا يشترط فيه التكليف. خطاب التكليف لازم يكون المخاطب مكلف، لكن خطاب الوضع ما يشترطش فيه التكليف. فاحنا قلنا له ايه بقى؟ قلنا له اقضي بناء على ايه؟ بناء على خطاب الوضع. خطاب الوضع إيه؟ دخل الوقت يبقى لازم في صلاه ايه تتعمل. فالنصيحه قلنا له خد بالك بقى ذمتك منشغله بناء على خطاب الوضع. هو اول نصيحه قال لي لا انا ما صليش، انا ما لم يتوجه الي خطاب. نقول له لم يتوجه اليك إيه؟ خطاب التكليف ولا الوضع؟ اي لا التكليف ما يتوجهش، بس هو في وضع توجه لي. قلت له ايوه، مش الوقت دخل فانشغل في ايه؟ فبقيت انت بقى في صلاه من قبل حضرتك لازم توقع. اول ما صحيت اديها لنا بقى. تمام؟ ايه؟ لا يعني الاحكام طبعا ممكن مش الخطاب مش موجه ليه. يعني زي الصبي افرض انت ساعتك كنت غسلت الميت ورحت سايبه على ترابيزه الغسل كويس، ورحت تنده عربيه الاسعاف، فقام ايه واحد جارك جه راح ممد من تحت كده كويس، وهو بممد راح ايده خبطه واخد بال حضرتك، او لاي سبب من الاسباب ده كنت حاطه على الحرف كان عمال يزحلق لحد ما راح ايه طالب على الرجال ده عدم ميته فموته. فهنا ممكن الفقهاء يبقى لهم نظر في المساله دي، ان الميت بتاعك وانت اللي ايه قصرت في وضعه، فممكن بقى ايه تطالب بشيء مش كده؟ فهنا الخطاب متوجه لمين؟ زي عندك بلاش، زي عندك بهيمه وتركتها. احنا لحد ما افسدت الزرع بيضمن ليه؟ هو ده من باب خطاب الوضع. فبلاش من كل ضمان المتلفات، ابنك الصغير كسر عربيه جارك. ما هتضمن ولا مش هتضمن؟ عندك انت البلكونه بتاعت سعادتك موشكه على الانهيار وبعدين انت ما صلحتهاش، قامت واقعه مكسره العربيه بتاعت ايه؟ جارك برضه. هتضمن ولا مش هتضمن؟ كل ده خطاب وضع، فالمخاطب فيه اللي هو الولي. فيتصور في الميت برضه ايه الصوره دي؟ تتعلق بيه احكام. هنجيله في تكليف الغفر، هنجيله في تكليف الغفر. تكليف الغفر لسه ما جيناش، لسه ما بحثناش تكليف الغفر. لو هناك نام في الوقت يجب عليه القضاء لوجود السبب هو دخول الوقت في المسألة على المجنون. هو فيها تفاصيل في الفقه، يعني هل هو الجنون مؤقت ولا زي الاغماء؟ الاغماء زاد عن 5 صلوات ولا لا؟ فيها تفاصيل. فخلينا لما يجي تكليف الغفل وجد فيه اللي هو في الوقت. طالما وجد السبب، وده السبب ان احنا بنطلبه بالقضاء. لا، ووجد فيه اللي هو في الوقت. هو واجب عليه خطاب الوضع.
اه ما هيتوجه له الخطاب بعد المأمون مش هينفع كده هو قصده بعد ما يعني زي المغمى عليه مثلا بعد ما فاء هو واحد جنن ساعتين كده وفاء مثلا مش كده ما انا بقوله بقى في الفقه بقى ايه هم بيفرقوا بين اذا كان الاغماء لمده طويله اكتر من خمس صلوات صاعدا ولا وبيختلف باختلاف المذاهب اه الجنون نفسه بيختلف فلو لو طال هيبقى ده من باب ايه نقطه الترخص يعني او زي ما قلنا في الكافر ما بيقضيش ليه مش هو الخطاب متوجه له طيب مش كان المفروض لما يسلم ان هو لو طالب فالجمهور اجاب بايه قال ده تخفيفا وترغيبا في الاسلام والا كان القياس انه يقضي ولكن الجمهور ما اجابش لانه قال لك لا ما يقضيش لانه لم يتوجه اليه خطاب لا الجمهور قال لك توجه اليه خطاب بالنسبه للكافر لكنه لا يقضي تخفيفا وترغيبا في الاسلام فهي تبقى يعني رخصه من ربنا سبحانه وتعالى طيب ووجد فيه يعني في الوقت المعين سبب وجودها ما شاء الله دويته دور المتن على طول كمان مش الاثنوي لا كويس جدا فقضاء يبقى القضاء هو فعل العباده بعد الوقت المعين خلاص سواء بقى وجب اداؤه كالظهر المتروكه قصدا واحد ظهر ابدا كان صاحي وفايق كويس وبعدين ايه ما رضاش يصلي لحد ما خرج الوقت بنيجي فعله اللي بعد الوقت بعد الوقت بنسميه قضاء رغم ان هو كان ايه انها متروكه قصدا او لم يجب عليه الاداء زي صوم المسافر لكن امكن كان ممكن يصوم وترك برضو بعد كده يسمى ايه قضاء كصوم المسافر والمريض او امتنع عقلا يعني او لم يجب وامتنع عقلا كصلاه النائم هو النائم مش هيجب عليه تمام وفي نفس الوقت الاداء مش ممكن الصائم المسافر لم يجب عليه الصوم لكن الاداء ممكن لكن بالنسبه للنائم لم يجب والاداء ممتنع ايه عقلا ايه لا لم يجب برضه لم يجب يعني ما توجهش ليه خطاب التكليف لا لم يجب مش انا قلنا احنا سبب ان هو توجه له خطاب الوضع وهو نائم بس ما توجهلوش خطاب التكليف او لم يجب وامكن او لم يجب وامتنع ماشي يبقى ممكن عشان تبقى انت فاكر كده تحط قبل امتنع او لم يجب وامتنع كصلاة النائم كويس او شرعا او لم يجب وامتنع شرعا كصوم الحائض هو لم يجب صيام الحائض صح وفي نفس الوقت هو ممتنع ايه بس المنع ده من قبل ايه الشرع لكن هي تقدر تصوم طبعا مفيش عقل الا ان هو ايه في منع شرعي خلاص يبقى ادي تعريف الاداء على كلام الشيخ البيضاوي هو ايقاع العباده في الوقت المعين ولم تسبق باداء مختل اما الاعاده فهو ايقاع العباده في الوقت المعين وقد سبقت باداء مختل واما القضاء فهو ايقاع العباده بعد خروج الوقت مطلق سواء كان الاداء واجبا والمكلف ترك قصدا او لم يكن الاداء واجبا ولكنه كان ممكنا او لم يكن واجبا وكان ممتنعا او لم يكن واجبا وكان ممتنعا من قبل العقل او ممتنعا من قبل الشرع مطلقا يعني ما يخصناش الصور دي كلها خرج الوقت هيعمله تاني يبقى ده قضاء ماشي طيب جاب لي بقى مساله جديده الشيخ البيضاوي قبل ما نقرا كلام الشيخ الاسنوي قال لي ولو ظن المكلف انه لا يعيش الى اخر الوقت تضيق عليه قلنا الصوره بتاعتنا دي لو انت فاكرينها واحد هيعدم غير الساعه 11 قالوا له احنا باذن الله هنلزمك الساعه 2 فابشر بالذي يسرك فالراجل اذن الظهر وتناه ايه قاعد يقول لك ايه طب يا عم قوم صلي مفيش فايده فتضيق الوقت بحقه ده على كلام الشيخ ايه قال لي تضيق الوقت بحقه يعني ايه يعني كل الناس الوقت في حقها من صلاه الظهر لحد الساعه 3 تقريبا مش كده؟ إذن العصر كان 3 3 الا ربع تقريبا 3 الا 5
ده الوقت في حق كل المسلمين، وفي حق الراجل ده بالذات لازم يصلي قبل ما يموت، فضيق الوقت. كويس، وهو لو 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 قتل وهو ما صلاش يبقى هيكون مات ايه؟ عاصيا. تمام. فقال لي طيب الى اخر الوقت، فان عاش فجار قال له لا احنا مش هنعذبك الساعه 2، احنا هنعذبك الساعه 4، فكده الوقت امتد معاهم. او جم قالوا له خلاص افراج يا عم، فبعد الساعه 2 اجى 2:30 كده قام يصلي الظهر. فيبقى ده اداء ولا قضاء؟ خصوصا بقى الوقت ضيق في حقه. فقال لي قضاء عند القاضي ابي بكر. ابي بكر مين؟ ايه؟ الباقلاني. كان الشيخ الباقلاني ده لما يكون معدي كده كان يبقى قوي في المناظرات جدا، فاول ما يشوفوه الجماعه اظن بقى يعني حشويه او مجسمه او كده فيقولوا ايه، او عموما الفرق يعني كان بيناظرهم يعني مش عارف ايه المجسمه، المهم يعني ايه الفرق اللي كان بيناظرهم، اول ما يشوفوه يقولوا ايه جاء الشيطان. فالشيخ كده بكل سلاسه ما كانش بيتعصب زينا كده يقول لهم ايه انا ارسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم ازا. فقضاء عند القاضي ابي بكر الباقلاني. وانقذه في غايه الافاده يعني من العقليات القويه جدا الشيخ الباقلاني هذا. فقضاء عند القاضي ابي بكر اداء عند الحجه. طبعا كلكم عارفين مين الحجه. ايه؟ حجة الإسلام المقصود به حجة الإسلام أبو حامد الغزالي. طيب الشيخ أبو حامد حجته إيه؟ قال لي لا، إذ لا عبرة للظن البين خطأه. ما نرتبش عليه أحكام، أوقف الوقت وخلاص وأش توجع دماغنا بقى، أصل تضيق وما تضيقش. هيترتب عليها بقى إن المكلف لو فقيه ومختار هذا المذهب هيبقى عارف ان هو مقدم على معصيه ولا مش مقدم. اذا كان هو واخد راي الامام ابو حامد فيقول لك مش مشكله وساعه ما يأديها يبقى هو في اطمئنان. ولو على راي الشيخ ابو بكر البقلاني يقول لك لا طب انا الحق اقوم ايه اصلي يعني. يبقى مش هترتب عليه حاجه يعني. المسائل الاصول اللي هي ممكن ما تترتبش عليها احكام عمليه، مش معنى كده ان هي زي ما الشاطبي بيقول ان هي عاريه او ملهاش لازمه، لا الكلام ده مش صحيح. ليه؟ لان هو طبعا ممكن يبقى لها تطبيق في باب الايمان والنذور. يجي مثلا واحد فقير ويحلف بهذا الختام يرتبه على صور زي الامر الثاني ان هو الاصولي المفروض ان هو لما طبعا على طريقه الجمهور ان احنا بنبحث المسائل بحث نظريه مجردا وبنستوفي جميع الاحتمالات. اللي يقع واللي لا يقع دي طريقه البحث عندها. كويس، فيبقى لازم يبقى انا عندي اثناء البحث بتاعي يكون البناء بتاعي متكامل، مفيش عنصر ما اكونش بحثته ولا محل بحث اكون اهملته. فدي نقطه مهمه. نمره ثلاثه ان هو الاصولي او الفقيه وظيفته ان هو ايه تنميه يدرب كده ويدرب في ذهنه زي لعيب كمال الاجسام لحد ما يموت، عشان هو ده اللي بيفرق الفقيه عن غيره. قلنا الكلام ده قبل كده، اللي فرق الفقيه عن غيره ايه؟ قدرته على ادراك الفرق ومعرفه الايه؟ الجمع. اللي هو يعرف القواعد والاشباه، ده الرباط الذي يجمع بين الفروع المختلفه، ويقدر يفرق بين الاشياء التي ظاهرها ايه؟ التي ظاهرها تماثل او بينها شبه قوي او شبه خفيف، المهم يبقى قادر على ادراكها. ده هيتاتى ازاي؟ هيتاتى من كثره الممارسه، لكن طريقه اصل دي مش هترتب عليها عمل، طب بلاشها. وبعد دي هيترتب عليها عمل، تلاقي بقى تشويش كده. لا، انت بتاخد البحث متكامل، انت ما انتش عارف انت داخل في البحث. حتى زي ما الفلاسفه بيقولوا انت عايز في الفلسفه عايز تبحث يبقى لازم تخش ايه؟ وانت مفضي ذهنك من كل شيء. ايه؟ هم بيقولوا كده بس واقعيا لا، البحث اللي فيه تحيز في البحث هذا لا ينفك عنه احد. يعني الواحد يقول لك انا بحث مجرد صعب. يعني تعالى انت النهارده عايز تكتب في مقارنه الاديان، واحد تلاقيه عمال خلط البحث بتاعه بالنبره الايه؟ بنبره عاطفيه اجنبيه عن البحث. مش عارف الفرق الاسلاميه هم بيردوا على بعض. تلاقي بدل ما كلمتين بالدليل وكلمتين ايه؟ اصلهم سجنوه. اصل مش عارف ده مش عارف قالوا له ايه؟ اصل ده فلان شتم والامام فلان قال عليه كذا. طب ايه قيمه الكلام؟ ان شاء الله يا رب كل ائمه المسلمين قال عليه كده.
قيمة ايه ده في البحث، دي تسمى عناصر أجنبية عن البحث لا قيمة لها، ملهاش أي قيمة، إنما القيمة للدليل والحجة والبراهين. إذا أنت عجزت عن إقامة الدليل على صحة ما تعتقد أو على صحة المطلوب بتاعك، إيه قيمة إن أنت استظهرت بكثرة كاثرة من علماء المسلمين قالوا كلامك؟ إلا إذا كان أنت تقول والله أنا بقلد، خلاص يبقى المقلد مش شأن النقاش أصلا، ده برضه ما فيهاش مشكلة، تقول أنا أنت بتقلد وأنا بقلد ارتفع النقاش، لكن إذا طرحنا الكلام على البحث والإوهام يبقى لازم، لكن هي مسألة التحيز صعبة. بس هما بيقولوا ان في الفساد بيقولوا المفروض انك ايه ليه عشان كده قالوا بعض المتكلمين قالوا اول واجب على المكلف الشك، ليه المقصود بالشك اللي هو الشك المنهجي لطلب الدليل؟ يعني ايه الشك؟ يعني ان انا دلوقتي انا راجل ببحث في علم الكلام المفروض احط كل الاحتمالات على طاوله البحث، انا مش منحاز لحاجه، انا دلوقتي جاي عايز ابحث بحث حر بقى، طب العالم قديم ولا حادث؟ انا مش داخل بقى بقرر حاجه، لا ده انا بحط كده واشوف طيب ادله القدم ايه 1 2 3 4، ادله الحدوث ايه 1 2 3 4، طبعا الشيخ ابن تيميه قال لي حوادث لا ولا لا، والشيخ العرماوي والشيخ بخيت المنطقي ادي قول ثالث كويس، يا ترى القول ده معقول ولا مش معقول، ولا هيقول القدم ولا هيقول الحدوث كويس، وادلتهم ايه والمناقشات، وكده اطلع بقى ايه اطلع بالنتيجه. لكن انا من الاول حاطط سلاح الارهاب على اوعى اوعى تقول بحوادث لا ولا ده كده هيقول، طب افرض هو بحث وانتهى الى إيه؟ فكان ما انا اقول المساله ليست بينه بنفسها ولا مساله يعني واضحه، بل هي بالمسائل الغامضه اللي الشيخ الرازي قال عليها ايه من الاول، قلنا المساله صعبه، المساله صعبه كويس، فالمخالف فيها اذا كان يعني يعذر بايه بدقه المساله، واللي فرق بين يعني مسائل وقال دي مسائل يعذر فيها المجتهد ومسائل لا يعذر فيها المجتهد، التحقيق ده كلام باطل، مين قال ان اللي يعذر ان المجتهد يعذر في البحر بالبسمله والاسرار بالبسمله ولا يعذر في مسائل ايه الفروع الاعتقاديه اللي طالما هو بذل الوسع واجتهد؟ ده زي ده، هو هيعمل ايه؟ احنا دلوقتي بنقول ان خلق النتيجه عقب الدليل ده او ارتباط النتيجه بالدليل ارتباط عادي ولا عقلي؟ ارتباط عادي مش كده؟ ولا الدليل لازم يسبر النتيجه في قلب المكلف قطعا؟ طب هو استدل وربنا سبحانه وتعالى لم يخلق النتيجه، يعني انت ذكرت له الدليل وفهم ايه؟ فهم نقيض نتيجتك، يعمل ايه هو تاني؟ كان صادق في البحث والطلب وما فيش لا صدود ولا اعراض ولا استكبار، ايه يعمل ايه زياده عن كده؟ الا بقى لو فضيلتك شققت عن قلبك، لا 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 ده هو بيكابر. لكن هي مساله طويله يا مولانا مش موضوعنا. لا في احكام بتجرى يعني الاحكام الظاهره، يعني احنا بنقول ايه؟ بنقول ان هو غير المسلم والله هو لو اجتهد وعرضت عليه الدعوة على وجه صحيح مشوق يحفزه على البحث وجد واجتهد وكان مصادقا في الطلب لازم يوصل، طيب افرض ما وصلش، احنا بنجري عليه احكام الكفار في الحياة الدنيا بنجريها عليه، يعني ايه؟ ما فيش توارث، ما فيش تفسير، ما فيش الى اخره، لكن هو ايه اللي عند ربنا؟ دي حاجة بتاعت ربنا، هو ادرى بقى اذا كان هذا العبد فعلا صادق وهو ده يعني غاية وسعه ولا كان في إباء واستكبار ولا فأنا بقول الغالب إن هو لو بذل هيوصل، لكن الآن كتير منهم بره في الخارج إما ما بلغتوش الدعوة أو بلغته على وجه غير صحيح أو بلغته على وجه صحيح إلى أنه غير مشوق ولا يحفزه على البحث، ولا يكفي بقى مطلق السماع وخلاص يسمع كده إن في إسلام وخلاص. طيب علوم ده مش موضوع، لكن انت بتسالني على التحيز، التحيز لا ينفك عن واحد، لكن انت بتحاول قدر الامكان تكون مش متحيز قدر الامكان. يبقى لو هو تضيق عليه الوقت فان عاش وفعل في اخره، القاضي ابو بكر البقلاني قال لي قضاء، والحجه ابو حامد الغزالي قال لي لا عبرة بالظن البين خطأ، وهي القضاء ولا أداء عند ها؟ أداء.
الذي يقول هذا تقسيم آخر للحكم باعتبار الوقت المضروب للعبادة، وحاصله أن العبادة إما أن يكون لها وقت معين أي مضبوط بنفسه محدود الطرفين أم لا، وقت معين محدود الطرفين زي الصلاة، مضبوط بنفسه يعني له أول وله آخر، لأن هو أي عبادة لها وقت معين، فهل هيتقدر بالوقت بأدائها فقط؟ لا، فمضبوط بنفسه يعني محدود الطرفين مش بنفس العبادة، لأن هو أي عبادة لها وقت معين، حتى اللي مش مضبوط بإيه. طيب فإيه؟ ها؟ لا، العبادة لها وقت معين، يعني زي الصلاة مثلا، صلاة الظهر لها وقت معين من أول الساعة 12 الساعة 3، ده كده مضبوط بنفسي يعني محدد الطرفين، أدي المقصود. لكن هي أي عبادة ما لها وقت معين، وقت أدائها وده وقتها المعين، فهو هو الشيخ ما بيقصدش بقى الوقت المعين اللي هو بيقع العبادة، بس الوقت المعين اللي يسعى العبادة وغيرها، له وقت محدد من كذا إلى كذا. فإن لم يكن لها وقت معين فلا توصف بالأداء ولا بالقضاء، زي مثلا مطلق النوافل ده ملوش وقت معين، سواء كان لها سبب كالتحية وسجود التلاوة وإنكار المنكر وامتثال الأمر إذا قلنا إنه على الفور، أو لم يكن يعني لم يكن له سبب كالصلاة المطلقة والأذكار. طبعا الأذكار يقصد بها الأذكار إيه؟ أذكار المطلقة، لأن في أذكار لها سبب زي مثلا تكبير العيدين، هذا أذكار بس أذكار لها سبب. طيب وقد توصف بالإعادة، فهو الأمر مختلف فيه، هل هو على الفور ولا على التراخي. فإذا كان قلنا أن الأمر على الفور يبقى لازم يمتثل الأمر. لا 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 يوصل، كان نفس الأمر أنه أمر فامتثل، مش بنتكلم بقى مثلا على اداء الصلاه، لان بقول نفس الامتثال. دلوقتي لو قال لك صلي فانت قمت تصلي، بس نفس الامتثال ان انت امتثلت لا يوصل، يعني هو سببه ايه هنا؟ سبب وجود الامر او توجه الخطاب، بخلاف طبعا على التراخي. لكن اللي قال على الفور يبقى سببه ايه؟ سوى الأمر نفسه. فبيقول إيه إحنا قلنا فلا توصف بالأداء ولا بالقضاء. قال لكن قد توصف بالإعادة، ده الشيخ الثنوي. كمن أتى بذات السبب على نوع من الخلل فتداركها، فدي ممكن توصف بالإيه؟ بالإعادة. يعني واحد صلى مثلا او تحية المسجد مثلا، وبعد يمكن اكتشف ان فيها خلل فاعادها، فتوصف بالاعادة. فبقول له انت بتعمل ايه؟ قال لي انا بعيد تحية المسجد، فتوصف بالاعادة. ولم يتعرض المصنف ولا الامام لهذا القسم اللي هو ايه، وتوصف فتوصف بالاعادة. طيب وان كان له وقت معين فلا يخلو، هذه بقى تيجي قسمة الإعادة والقضاء والأداء، إما أن تقع في وقتها أو قبل الوقت، ده ما تكلمش عليه البيضاوي، تمام؟ مش ممكن العبادة تقع قبل الوقت ولا مش ممكن؟ ممكن إيه؟ الظهر قبل وقتها؟ إزاي؟ لا، أنا كان تكون مقبولة في نفس الوقت، ممكن لو التعجيل زي تعجيل الزكاة مثلا، زكاة الفطر مش لها وقت، لكن ممكن تعجل ولا مش ممكن؟ ايه؟
لا ما ده قبل الوقت. طيب الاحتمالات اللي عندي ايه؟ اما ان تقع في وقتها او قبله او بعده، دي الاحتمال. طيب فان وقعت قبل وقتها حيث جوزه الشارع، خدت بالك من الضابط ده شيخ امين، ان وقعت قبل وقتها حيث جوزه الشارع، فمش مطلق العباده الظهر الشارع لم يجوز انك توقعه قبل الظهر، لا الظهر. فاذا اوقعها قبل الوقت حيث جوزه الشارع فده يسمى ايه؟ تعجيلا كاخراج زكاه الفطر. الشارع جوز اوقعها قبل الوقت كاخراج زكاه الفطر. ولم يتعرض المصنف ايضا ولا الامام اللي هو الامام الرازي لهذا القسم اللي هو انه قسم اللي هو التعجيل، ما تعرضوش ليه. الشيخ الاثنوي ذكر انه ده يسمى تعجيلا. طيب وان وقعت في وقتها اللي هي العباده فان لم تسبق باداء مختل، خلاص احنا شرحنا كلامنا، اي باتيان مثله على نوع من الخلل فهو الاداء. لو هو ايه وقعت في العباده ولم تسبق باداء مختل، ده على تعريف البيضاء. طيب فاراد المصنف بالاداء المذكور اولا معناه اللغوي وبالاداء الثاني معناه الاصطلاحي. فين الاول وفين الثاني؟ نرجع لعباره المتن. قال لي ولم تسبق باداء مختل فاداء، ولم تسبق باداء مختل يبقى لم تسبق باداء مختل، يعني الاداء هنا معناه ايه؟ معناه اللغوي اللي هو مطلق الايقاع، مطلق التاديه، مطلق الفعل، ماشي. فاداء اي اصطلاحا، ولم تسبق باداء بمعناه اللغوي مختل فاداء بمعناه الاصطلاحي. خلاص عشان ما يجيش حد يعترض يقول انت كده ايه في دوره في التعريف، يقول لا ده هنا الاداء اللغوي وده الاداء الايه الاصطلاحي. واضحه يا عم الشيخ غسان؟ طيب الشيخ بقى الاثنوي طبعا بيمارس العاده بتاعته الجميله، وان نرجو ان هو ما يحرمناش منها، ابتدى يعترض على الشيخ البيضاوي. قال لي ويرد على المصنف قضاء الصوت، ماشي، فان الشارع جعل له وقتا معينا لا يجوز تاخيره عنه، وهو من حين الفوات. واحد فات يوم في رمضان، فالشارع قال له انت من حقك تقضي من اول الفوات الى رمضان السنه الثانيه، فاذا فعله فيه كان قضاء، مع ان حد الاداء منطبق عليه لان ده الوقت الذي حدده ايه الشارع لفعله. فينبغي ان يزيد اولا فيقول في وقتها المعين اولا، يعني الصوم له وقتان، وقت معين اولا اللي هو رمضان، وقت معين ثانيا اللي هو ايه وقت القضاء. وحينئذ فلا يرد لان هذا الوقت المعين وقت ثان لا اول. هذا اعتراض على تعريف الاداء بعدم المنع ولا بعدم الجمع؟ ايه ليه بعدم الجمع؟ ليه بعدم الجمع؟ يعني معناه ايه المفروض بعدم الجمع؟ يعني ان هو لم يدخل ما حقه ايه الدخول. فهو هذا التعريف هذا دخل، والشيخ بيقول لك المفروض يبقى بره، فيبقى ادخل ما ليس من حقه الدخول، يبقى ده اعتراض بعدم الايه عدم المنع. صح يا شيخ خلدون؟ طيب ايش الجواب على الشيخ الاثنوي؟ يعني ايه؟ باعتبار الوقت الاول هو اداء، باعتبار الوقت الثاني هو اداء من حيث الخطاب الثاني. هو بس المشكله بدا على التعريف، قال لي اللي هتعمله في الوقت المعين، فقال لي ده الوقت المعين. المشكله ان التعريف بيقول لي ان الاداء هو ايقاع العباده في الوقت المعين. فالشيخ الاسلام بيقول لي طب ما هو ده وقت معين او عينه الشارع. يعني معناه ايه؟ معناه ان الشارع ما لم يعين هذا الوقت، اصل ده معين، بيقول مش معنى كده ان الشارع عينه لايقاع العباده مطلقا كده، وانما عينه للقضاء الخالي عن الاثم والكفاره.
لكن هو لو عدى السنه اللي لو عدى رمضان اللي بعديه هنقول له اقضي ولا ما تقولوش اقضي، بس اقضي بكفاره ولا من غير كفاره؟ بكفاره. فيبقى يبقى هنا الشارع مش مع مش معين وقت مطلقا للصيام، لا ده معينه للقضاء اللي هو الخالي عن الاثم والكفاره، وعليه مفيش اعتراض ان هو يدخل، وايه المانع انه يسمع اداء؟ مفيش مشكله صح. طيب بيقول لي بقى وايضا يبقى ده اعتراض تاني، فانه اذا اوقع ركعه في الوقت كانت اداء صح. هو دلوقتي ايه جه قبل الاذان ما ياذن مثلا بربع دقيقه وشرع في الظهر فلحق ركعه، اذن العصر كمل الظهر عادي، فدلوقتي في ركعه في الوقت وثلاثه بره. فقال لي فانه اذا اوقع ركعه في الوقت كانت اداء مع ان صلاته لم تقع في وقتها بل الواقع هو البعض، يبقى ده اعتراض على التعريف بايه؟ هو دلوقتي بيقول لي لو اوقع الركعه دي احنا الصلاه دي تعتبر اداء تمام، لكن لما ابص للتعريف هلاقي التعريف مش منطبق عليها. ليه؟ لان بعضها وقع مش كلها وقع، فيبقى خارج عن التعريف، ولكنها بتسمى اداء يبقى كان حق الدخول وما دخلش، يبقى ده اعتراض بعدم الجمع صح كده؟ يبقى اعتراض بعدم الجمع. نجاوب نقول له ايه بقى؟ ايه؟ هو ما قالش، بس هو يعني ده يعني كلام من الاسنان ظاهر الايه؟ ظاهر كلام البيضاوي ده الظاهر. هو يحتمل اللي انت بتقوله بس المتبادر ايه؟ فهو ده الظاهر، وعشان كده قلت ظاهر ما قلتش نص، ظاهر لانه يحتمل ايه؟ خلاف ذلك احتمالا مرجوحا. طيب يبقى ده اعتراض بعدم الجمع. نجاوب نقول ايه؟ تمام، هذا اصطلاح الفقهاء فعلا، وده اصطلاح الاصوليين، فده هي اداء عند الفقهاء لكنها قضاء عند الاصوليين، والتعريف على 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 طريقتهم وعلى اصطلاحهم وليس على اصطلاح الفقهاء. فانت بتعترض عليهم ليه؟ انت جاي بتقول له دلوقتي هو البيضاوي راجل اصولي وعرف بطريقه الاصوليين وقال لا ده عندنا قضاء مفيش مشكله، فقلت اصل الفقهاء بيقولوا اداء، فانا ايه علاقتي بالموضوع؟ احنا بنشرح اصول ولا بنشرح فقه؟ طيب هم يروحوا ينضبطوا بكلامنا بقى. لكن هو اصطلاح الاصوليين كده على هذا التعريف مفيش اشكال، لا مشاحه في الاصطلاح، لا مشاحه في الاصطلاح. طيب يبقى احنا نقدر نجاوب عن طريق على طريق الاصوليين. طب لو جاوبنا عن الفقهاء ماذا نصنع؟ يقول لهم طيب ما انت برضو عايز تجيب لي الفقهاء، الفقهاء ليهم طريقتين برضو في الموضوع، اما ان هم بيقولوا ايه؟ اما ان هم بيقولوا ان هو طالما شرع وتلبس وجاب لي ركعه يبقى في حقه قد اتسع الوقت، وهو فعلا ادى بهذه الطريقه، واذا كان في حقه الوقت متسع يبقى برضه اداء عند الفقهاء اداء عند الاصوليين، فكان هو ده الوقت فعلا، يعني لو اصولي سلم بان الوقت متسع خلاص. او ان هو بيقول ايه؟ بيقول ان هو لما اتى بالركعه فالركعه فيها معظم افعال الصلاه والباقي كالتكرار بالنسبه للاولى، فهو يعتبر ايه؟ طالما اتى بمعظم الافعال كانه اتى بالايه؟ دي كده مش كده اداء بقى، ده لازم يجيب الركعه قبل دخول الوقت الثاني. واحنا دلوقتي بنشرح احنا ماشيين على الاعتراض جايبه من فروع الشافعيه، بس هم بيقولوا هم ليهم جوابين، او هم يعني بيفكروا بطريقتين، اما ان يقول والله ان هو اوقع الركعه فاتى بمعظم افعال الصلاه والباقي التكرار لها، او ان الوقت اتسع فيبقى بيوقع في الايه؟ في الوقت. يا اما احنا نجيب نقول والله هو قضاء عند الاصوليين ومفيش اشكال ولا عدم جمع ولا عدم الصوره، دي اصلا مش داخله عندنا، ده احنا التعريف للاصوليين وليس للفقهاء هنا، فاعتراضك مش واضح. وعلى كلام الفقهاء فاما ان الوقت اتسع وده بدقيقتين بالركعه، او ان هو ايه؟ اتى بمعظمها
فيعني يعتبر ايه اتى بالصلاة. يبقى على القول بان الوقت اتسع يبقى هو اداها في وقتها حقيقة. واذا قلنا ان هو اتى بمعظم الافعال يبقى كأنه اداها في وقتها حكما. او نقول ان دي قضاء على تعريف الاصوليين ولا اشكال والتعريف له. خلاص واضح. شغلك كده مستشكل يا شغل. الدلالة هو الاعتراض بصورة من الصور الشيخ بيقول تعكر على تعريف البيضاوي وتخلي التعريف غير جامع. أما قال لي أنا عندي صورة واحد أتى بركعة في آخر الوقت بعد كده ثلاث ركعات بره الوقت، فدي لم تفعل في الوقت المعين. يقول له ظاهر تعريفك، ظاهر ان انت قلت ايه الاتيان بالعبادة، ظاهر التعريف يعني الاتيان بكل العبادة، فهذا قد اتى ببعض العبادة لا بكلها، يبقى لا يسمى اداء انما يسمى قضاء. ماشي؟ او يسمى قضاء او لا يسمى اداء. تمام؟ في الوقت الفاعل للركعة في اخر الوقت عند الفقهاء بيعتبره مؤدي، فدي الصورة من صور الاداء كان المفروض تدخل في التعريف لكنها لم تدخل، يبقى التعريف غير جامع. فالجواب ايه؟ اقول له والله الجواب اولا ان التعريف للاصوليين، فالتعريف لهم ولا يضرهم ان تكون هذه الصورة عندهم قضاء وعند الفقهاء اداء، لان تعريفهم كده ناشي ومضطرد. يعني انت لو جيت سألت الاصولي دلوقتي تقول له هذه الصورة قضاء يقول لك ماشي التزم قضاء، لا يضرهم، لا يضر الاصوليين في شيء لان التعريف لهم، انما يضرهم لو كانوا هم بيعتبروها ايه اداء مع الفقهاء. لا هو على تعريفهم ايه. ثم ده لو سلمنا بان انت بتقوله ده ايه سليم يا عم الشيخ الاسنوي، لكن احنا لو روحنا بصينا في الفقه هنلاقي ان هم اعتبروها اداء. ليه؟ لانه قالوا اما ان الوقت قد اتسع لما اجاب ركعه، فبقى في حق هذا المكلف الوقت قد اتسع فلحد ما يكمل الاربعه، فكده هو اتى بالايه اتى بالصلاه في وقتها، فما فيش اعتراض، ما جابش بقى ركعه في الوقت وثلاثة مرة الوقت. ويبقى على يعني لو اخذنا الكلام على كلام الفقهاء الموجود في الكتب يبقى ده فاعل في الوقت ويبقى اداء عندهم واداء عند الاصوليين لانه فاعل في الوقت. او نقول ان هم بقى برضو بعضهم علل بانه لما اتى بركعه فقد اتى بمعظم افعال الصلاه، والثلاثة التانيين بمثابة التكرار، فهو لما اتى بمعظم افعال الصلاه فكانه قد اتى بالصلاة في وقتها حكما لا حقيقة. خلاص؟ فدي كلها أجوبة على كلام الشيخ الإسلام. كفاية كده، الله تعالى أعلى وأعلم. نلقاكم غدا إن شاء الله.